انطلقت بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 242 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. موجود عندنا كل الأدوية لكل التخصصات. الناس هنا عندنا بتيجي تكشف في كل التخصصات وتيجي تصرف العلاج كله بالمجان تبع مبادرة حياة كريمة. هنا في قرية الحويطات بنقوم بمتابعة الحوامل ومتابعة الحالات اللي بتبقى متعرضة لظروف حمل ومشاكل في الحمل، وطبعا الناس بتكون في مسيس الحاجة وفي انتظارنا، يعني على أساس المتابعة وعلى أساس صرف العلاج وعلى أساس بنقوم بعمل التحاليل، وكله ده بدون مقابل. القافلة العلاجية بتقدم جميع الخدمات الطبية سواء كانت بطنة، أطفال، نساء، متابعة الحمل، تقديم وسائل تنظيم الأسرة، تحاليل، صرف العلاج والوسائل بالمجاني. فيما يخص تنظيم الأسرة، احنا عندنا هنا بنقدم الخدمات في العيادات الثابتة وفي العيادة المتنقلة، جميع الوسائل متوفرة سواء كانت الحبوب المركبة، الحقن بنوعيها.